شباب من جديد يسعد لي صباحكم، شرفنا صديقنا متابعنا عبد من جنوب تحديدا من منطقه حاريز حتى نصور هالجراند شيروكي. هذه السياره الصامت 2014 5.7 8 سلندر، زوايد كثير حلوه. قربوا نشوف كربون فايبر، غطى الموتير، زانون رادار فانكشن، سلسل امامي، شوفوا هاللب الامامي ويلا على النغم. شباب اول شيء بنبلش جونت جلوسي 20 انش ويلا على السحبات، ونحن رايحين على السحبات. مرايا فولدينج بالبوم بلايند سبوت بدوره بيفتح البصمه، وبالنهائيات غطى صندوق كهرباء وسنسر الكاميرا على الاريير. يا احلى شباب، هيدا احلى مقطع بالفيديو، نسمع صوت النغم. يلا يا عبود. دبل اي سي دبل هيتد سيتس والسقف بانوراميك، شوف معي هالستيرنج ويل كاربون فايبر ما احلى، مع مالتي فانكشن مع الشفترز يا احلى شباب. الجلد بني والدرزي بيضا، شوفوا الشاشه تاتش وكبيره وبقلبها حميات وبرد وسخن للكراسي مع رادار فانكشن وكاميرا على الاريير. شباب مين ما طلبوا جراند شيروكي صمت مميز جدا مع ليه ليتواصل مع الرئيس عبد. عبد شرفنا، اهلا وسهلا فيكم. مين ما حابب يعمل مثل الرئيس عبد مع ليه ليتواصل معنا ويحجز موعد لنصور سيارته على خدمه عرضها الان. صوره وسعرها على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.